عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أينما كنتم، الانطلاقة التي أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة الشوط 18 المخصص للقعدان، انطلاقة موفقة بهذا الشوط. نذهب كي نتابع هذه المنافسة حيث تدور رحاها مع هذه الأسماء وهذه الشعارات المواكبة لهذا الشوط. أذهب إلى المقدمة والصدارة مع شاهين عبد الله بن محسن بن طماطم العامري الذي يطلق هذا الاسم على مستوى المركز الاول، بينما في المركز الثاني التقدم بدا من مهيض محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي. ابو عبد الله احد الاسماء القويه دائما حيث يعلن حضوره بهذه المشاركه وعلى المركز الثالث. أشوف الوصول في هذه اللحظات والتقدم بدأ من إكسبو قادماً مع مبارك عبد الله بن زويدان العامري في هذه اللحظات وهذا الأداء. انتقل ونتحول إلى المركز الرابع في هذه الانطلاقة القفاي سهيل بن راشد بن فري المهيري، حيث يأتينا باسم القفاي بهذه الانطلاقة، بينما في المركز الخامس يتقدم مزعج حمد بن محمد بن سيف المزروعي، وعلى المركز السادس هناك الوصول مع هذه اللحظات ألا وهو مختار ناصر بن سهيل بالزفنة الحرسوسي. وأشوف القادم موفق فرج بن صبيح بن محمد المخيبي الذي يأتينا بهذه الانطلاقة، ولكن عودة من جديد إلى المركز الأول لنتابع الصدارة ومقدمة الشوط مع شاهين عبد الله بن محسن بن طماطم العامري الذي قدم هذا الاسم على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. نتابع وين وقعنا، الكيلو الأخير، عندما ندخل هذا الكيلو تبدأ المنافسة تقوى، تبدأ المنافسة في ازدياد مع السرعة دائما والتكتيك من الأخوة المنطلقين والمشاركين. نتابع هذا الأداء، نتابع هذه اللحظات، الصدارة، الانطلاق مع شاهين عبد الله بن محسن بن طماطم العامري الذي يقدم هذا الاسم، فري بن صبيح المخيبي ياتينا ثانيا مع موفق، الثالث هناك الوصول من اكسبو، مبارك عبد الله بن سويدان العامري على المركز الثالث، المركز الرابع يتقدم مختار ناصر بن سهيل بالزفنه الحرسوسي، خامسا ألا وهو مزعج حمد بن محمد بن سيف المزروعي، ولكن المقدمة الصدارة الأربعمائة متر الأخيرة. نتابع هذا الأداء، نتابع هذا الانطلاق مع شاهين عبد الله بن محسن بن طماطم العامري الثاني الحرسوسي، الحرسوسي يتقدم بهذه اللحظات، ولكن إلى أين، إلى أين المنافسة الأخيرة ما بين بالطماطم وما بين الحرسوسي، الحرسوسي ولا بالطماطم؟ هنا نتابع، نتابع هذه اللحظات، ولكن الحرسوسي غير، غير الحرسوسي. تهانينا
لمالك مختار ناصر بن سهيل بن زفنة الحرسوسي على فوز مختار، وأنت اختيارك صح يا مختار بهذا الأداء عند النهاية. المركز الثاني يذهب إلى شاهين عبد الله محسن طماطم العامري، الثالث يذهب إلى أكسبو مبارك من عبد الله بن سويدان العامري، المركز الرابع هذا هو يصل بانطلاقته ألا وهو مزعج حمد بن محمد بن سيف المزروعي، خامسا موفق فرج بن صبيح محمد المخيبي، سادسا يذهب إلى القفاي سهيل براشد بري الفهيري. توقيت 4 دقائق 34 ثانية.